السلام عليكم أخواني الطلبة. اليوم راح نبدي إن شاء الله بتكامل ريمان. إحنا سبق وين تكلمنا عن تكامل ريمان قبل أن نتوقف عن الدوام. اليوم راح أكون المحاضرة اليوم إن شاء الله راح تكون هي مراجعة اللي ما أخذناه في السابق. وإن شاء الله بالمحاضرات القادمة راح نكمل الموضوع. بالبداية نحتاج تعريف البارتيشن. البارتيشن إلى فترة مغلقة. عندك فترة مغلقة من A و B. البارتيشن هو مجموعة النقاط، هي مجموعة نقاط من X0 X1 إلى XN، بحيث لازم تحقق لنا شرط معين، وهذا الشرط اللي هو يفترض أول نقطة بها الـ X0 دائما تساوي لنا بداية الفترة الـ A، وآخر نقطة الـ XN تساوي لنا نهاية الفترة B، وباقي النقاط تحقق لنا هاي الـ inequalities. الـ X0 يفترض يكون أقل من X1، X1 أقل من X2، وهكذا. هاي المجموعة راح أسميها partition للفترة A و B. النورم مات البارتيشن، النورم مات البارتيشن راح يكون يعرف على أنه أكبر تقسيم موجود داخل الفترة A و B، يعني هو الماكسيمم. هاي النقاط من X0 X1 X2 إلى XN، كل نقطتين متتالية راح تكون لك sub interval، تكون لك فترة جزئية. أكبر فترة جزئية بيهن راح أسميه normal partition بي، واللي هو الماكسيمم. طبعاً كل نقطتين متتاليتين، يعني الاكس جي ناقص الاكس جي ناقص واحد، طبعاً هذا بقيمة مطلقة، يكون هو normal partition بي. إحنا سبق وتكلمنا عن هذا الموضوع، وإن شاء الله نحن راح أوضحه في مثال normal partition بي. التعريف الثالث أو النقطة الثالثة اللي نحتاجها أو اللي تكلمنا عنها بالسابق اللي هو الريفاينمنت. ريفاينمنت للبارتيشن بي، يعني أنت عندك بارتيشن موجودة، إذا بعد أضيف لها نقاط راح أسميها ريفاينمنت. يعني أسأل إذا عندك بارتيشن بي، إذا بارتيشن وعندك بارتيشن ثانية كيو للفترة أي و بي، بحيث أنه البارتيشن بي تكون محتوى داخل البارتيشن كيو، في الحالة هاي راح أسمي لكيو ريفاينمنت للبي، إنه وسعتها ضفت لها نقاط واحتوت للبي، في الحالة أسميها ريفاينمنت للبي، أو الكيو is finer than P. finer يعني أنعم، إنه صار بيها فترات جزئية تحتوي للفترة، تحتوي للبارتيشن بي. يعني هاي ثلاث مفاهيم اللي هي البارتيشن والنورم والرفاينمنت راح أوضحهم في مثال. لو كان عندك الفترة أي وبي خذيتها صفر واحد اليونت انترفل، يعني اليونت هنا خف واحد، يقول لي شنو معناها اليونت؟ مقصود إنه طول الفترة واحد أو هي صفر واحد. أنا هذا الاسم ما راح يعني يمثل لي أي شيء، اليونت انترفل. يعني شلون أنت تقول اليونت بول، اليونت ديسك، نفس الحالة نسميها اليونت انترفل. لو أخذت بارتيشن في بها الصيغة هاي صفر واحد على ثمانية، اللي بعتها تكون النقطة اثنين على ثمانية اللي تمثل لك واحد على أربعة، اللي بعتها تكون ثلاثة على ثمانية، اللي بعتها تكون أربعة على ثمانية اللي تمثل لك النصف، خمسة على ثمانية، ستة على ثمانية، سبعة على ثمانية، الواحد. هل هاي تمثل لي بارتيشن لصفر واحد؟ أولاً لازم نهايات الفترة اللي هي الصفر موجودة والواحد موجود، هذا أول شرط لازم يكون موجود عندي. الشرط الثاني المفروض الصفر يكون أقل من الواحد على ثمانية، الواحد على ثمانية أقل من واحد على أربعة، الواحد على أربعة أقل من ثلاثة على أربعة، وهكذا. هذا هو الشرط الثاني الموجود به. الشرطين هنا متحققات، إذن البي راح تكون partition للصفر واحد. إيش قد طول مات البي أو النورم مات البي هنا؟ النورم مات البي راح يمثل لي أطوال هاي الفترات الجزئية. هسه أول فترة جزئية موجودة هي صفر واحد على ثمانية، إيش قد الطول مالها راح يمثل لي واحد على ثمانية. الفترة الثانية الجزئية الثانية راح تكون واحد على ثمانية وواحد على أربعة، أيضا الطول مالها واحد على ثمانية. الفترة الثالثة الجزئية الثالثة تكون واحد على أربعة بثلاثة على ثمانية، هم الطول يكون ربع. اللي بعتها تكون ثلاثة على ثمانية ونصف، هم يكون ربع. اللي بعتها وهكذا،
يعني 1 على 2 و 5 على 8 هاي هم فترة جزئية الطول مالها ربع. هنا أنا ماخذ تقسيمات متساوية بس هي مو شرط، يعني مو فالشرط أساسي أن تكون تقسيمات متساوية. كلهن هسه كل الفترات الجزئية، كل الفترات الجزئية كم فترة جزئية هنا عندي؟ 1 هاي أول وحدة، الثانية تكون 1 على 8 هاي الثانية، والواحدة على 4 اللي بعدها، هاي الثالثة، هاي الرابعة، هاي الخامسة، هاي السادسة، هاي السابعة. يعني عندي 7 فترات جزئية موجودة هنا، كل هاي الفترات الجزئية تأخذ لي نفس الطول 1 على 8. إذن الماكسيمم راح يكون 1 على 8، راح يكون هنا يعني الطول ما تلبي أو النور ما تلبي يكون 1 على 8، إنه هي التقسيمات بالأصل هنا كانت متساوية. لو أخذت فترة جزئية، لو أخذت بارتيشن ثانية، أنا أقدر أقسم غير تقسيم أسايد بارتيشن كيو، أخذ هنا طول الفترات الجزئية 1 على 16، وأخذ تقسيم متساوي كلها أخذها إلى أن أوصل. يعني الشرط الأول أشوف الصفر موجود، الواحد موجود، وهاي الفترات الجزئية، يعني الصفر يكون أقل من 1 على 16، 1 على 16 يكون أقل من 1 على 8، وهكذا استمر بها لأن أوصل للواحد. تتحقق هذا الشرط، هاي راح تكون بارتيشن للصفر واحد، أيضا هاي الكيو راح تكون بارتيشن للصفر واحد. هنا أيضا نفس الحالة، شلون ما تكلمنا عن البي تقسيمات متساوية، هنا هم أخذنا تقسيمات متساوية طول كل فترة جزئية 1 على 16، إذا راح يكون النورمات الكيو هو 1 على 16. وأيضا هنا نلاحظ هل إنه البي موجودة داخل الكيو، يعني كل نقاط البي موجودة داخل الكيو، بالضبط كلها موجودة، لأنه الصفر موجود، 1 على 8 موجود، 1 على 4 موجود، 3 على 8 موجودة، 1 على 2 موجود، 5 على 8 موجودة، 6 على 8 موجود، 7 على 8 موجود، والواحد موجود. إذا الكيو احتوت البي، إذا الكيو احتوت البي راح تكون ريفاينمنت للبي، أو نقول نقدر نسميها هي الكيو راح يكون finer than P. يعني نلاحظ we notice that، نلاحظ أنه البيك هي محتوى داخل الكيو، إذن الكيو راح تكون finer than P. لو اخذت تجزئة ثالثة للصفر واحد الآر، اللي هي 0 1 على 4، 3 على 8، نصف، 5 على 8 إلى آخره، نوصل للواحد. هاي تكون تجزئة للصفر واحد، هنا التقسيمات ما مساوي صح، حسنا تأخذت من 1 على 4 و3 على 8 إلى آخره، هنا التقسيمات متساوي تكون 1 على 8، لكن بين الصفر والربع التقسيم يكون مقدار الفترة الجزئية وطول الفترة الجزئية هو 1 على 4، أو مو شرط أساسي أن يكون التقسيمات متساوية، هاي فترة هاي بارتيشن للصفر واحد لكن التقسيمات ما متساوي، التقسيمات ما متساوي، وهذا مو شرط أساسي. هنا عندي شرطين حتى يكون عليها بارتيشن، أولا لازم تحتوي لي نهايات الفترة، والشيء الثاني تكون أنه تزايد النقاط تزايد، يعني أقدر أكون فترات جزئية. هسه هنا أكبر فترة جزئية هي الأولى 0 1 على 4، طول مالها يكون ربع، بينما الفترة الجزئية الثانية 1 على 4 و3 على 8 الطول مالها يكون 1 على 8، اللي بعدها 3 على 8 والنصف يكون 1 على 8، اللي بعدها 1 على 8، وهكذا كلن 1 على 8 باستثناء الفترة الجزئية الأولى اللي هي بين 0 و1 على 4 يكون طول مالها ربع، وطول والنور مالت الآر أو نور البارتيشن هو الماكسيمم، إذا راح يكون هنا نور ربع. هسه لو أخذت الأس أمامكم، هاي سلطة طار الأس، مجموعة تقسيمات تبدي من 1 على 4 وتنتهي بالواحد. شنو المفقود؟ شنو هنا المفقود؟ هاي البارتيشن اللي هو الصفر مفقود، ما موجود. يعني أسانو إذا كون فترات جزئية، يعني أول فترة جزئية تبدي من 1 إلى 4 تنتهي ب3 على 8، يعني الفترة الجزئية بين 0 و1 إلى 4 ما موجودة، إذن هاي ما راح تكون بارتيشن، الصفر ما موجود. يعني ما أقدر أكون لي فترة جزئية تحتوي لي 0 و1 على 4، هنا is not a partition of 0 و1، ما هي partition. لكن لو واحد يريد يقول هل هاي تكون partition إلى فترة معينة؟ نعم تكون partition، هاي
لو كان عندي الفترة ربع بواحد نعم تكون بارتيشن، لكن للصفر واحد ما تكون بارتيشن للصفر واحد. وأيضا هنا لو تأخذ بين ال P is finer than R، ال B اللي أخذناها بالبداية، ال B وال R هنا، ليش؟ إنه هنا أكو نقطة مفقودة، كل نقاط ال R موجودة، يفترض هنا كل نقاط ال R موجودة بال P. هذه تقدر تلاحظ، أنا ما راح أرجع للستايد اللي قبله، تقدر ترجع له بالفيديو وتشوف هل إنه ال P محتوى داخل ال R، على الرغم إنه ال R partition وال P partition راح تكون موجودة. لو أخذت partition T، 0 بواحد على 32 بواحد على 4 بواحد، تكون partition، نعم تكون partition، تكون partition. هاي كم فترة جزئية للصفر واحد؟ وحدة، اثنين، ثلاثة، ثلاث فترات جزئية للصفر واحد. أول فترة جزئية صفر واحد 32، الفترة الجزئية الثانية تكون واحد على 32 وواحد على 4، والفترة الجزئية الثالثة تكون واحد على 4 بواحد. يعني قسمت الصفر واحد إلى ثلاث فترات جزئية، هاي تكون partition. لكن التي تقدر تلاحظها، but either one of P اللي بالسلايد اللي قبل هذا السلايد، والكيو أيضا نفس السلايد اللي وضحناه بالسلايد اللي قبل هذا السلايد، والآر اللي موجودة هاي، كلهن ذني ثلاثتهن ما راح يمثلن refinement للتي. شنو السبب؟ بس واحد يرجع هنا، هاي التي هي اللي موجودة هنا، يعني هنا ما راح تكون refinement للتي، التي موجودة. السبب الواحد على 32 ما موجود بالآر، إذا الآر ما راح تكون refinement. بعد أرجع، الواحد على 32 هل هو موجود بالكيو؟ ما موجود، إذا الكيو ما راح تكون refinement. الواحد على 32 هل موجود بالبي؟ لا ما موجود، إذا ما راح تكون refinement. هذا هو السبب، لأنه الواحد على 32 موجود بالتي، ولكن هو ما موجود لا بالآر ولا بالكيو ولا بالبي، إذا البي والكيو والآر ما راح يكونن refinement للتي. هنا أطلب منك كهامورك، هيا question find جد النورم مالت التي، جد النورم مالت التي. هسه أرجع بعد أن عرفنا البارتيشن، راح نيجي نعرف الريمان صم. لو تكون عندك دالة موجودة F معرفة على الفترة المغلقة EB للR، والشرط هنا أنا موجود لازم تكون bounded function، يعني شرط أخلي على الدالة لا continuous ولا تكون أي شيء ولا تكون differentiable، يعني الشرط الوحيد اللي ضفته على الدالة F دالة bounded فقط. and ال P partition لل AB، وعرفنا شنو معنى ال partition لل AB. هسه إذا أعرف الدلتا XJ اللي هو الفرق بين نقطتين، الفرق بين نقطتين، ويكون موجب لأنه الـ XJ دائما هي أكبر من XJ ناقص واحد، فهذا يكون موجب الدلتا XJ كأنما هي المسافة بين النقطتين. راح نيجي نعرف الأبر ريمان صم للدالة F على البارتيشن B، راح يمثل لي هذا العدد اللي is the number اليو، هذا الرمز للريمان للأبر ريمان صم، أبر ريمان صم للدالة F على البارتيشن بي، والبارتيشن بي هي مأخوذة للفترة أي بي اللي هو الصميشن دلتا إكس جي اللي هو الفرق بين النقطتين مضروب بالسيوب ريمان مال الدالة F وفي الإكس على الفترة الجزئية إكس جي ناقص واحد إكس جي، هذا الصميشن ينفتح من جي يساوي واحد إلى أن. بنفس الطريقة نعرف اللور ريمان صم، نفس الطريقة نعرف اللور ريمان صم، بدل السوبر ريمان راح يكون انفيمام، راح يكون انفيمام. الشيء الوحيد هنا لا واحد يلاحظه، هل انه السوبر ريمان موجود؟ هل الانفيمام موجود للدالة F؟ حتى يكون هذا معرف وهذا معرف؟ هنا راح اكتب بريمارك، سينس طالما الدالة F باوندد فراح يكون السوبريمم موجود والانفيمم موجود، انه هذا السوبريمم يكون موجود والانفيمم يكون موجود، يعني موجود وفاينايت، فلهذا راح تكون الاعداد الابر ريمان صم واللور ريمان صم يكونون
معرفة. هاي هيك مراجعة سريعة اللي أخذناه، كل اللي أخذناه بالمحاضرة قبل أن نتوقف. بالريمان، قبل لا أبدي أنطي أي مثال على الريمان، أريدك تعرف شنو معنى البارتيشن، شنو معنى النورم مات البارتيشن، وشنو هو الأبر ريمان صام واللور ريمان صام. طبعا هذا هو مو الأبر ريمان انتجرال، ولا هذه مثل للور ريمان انتجرال، هذا الأبر ريمان صام هذا اللور ريمان صام، ها تعرفين. وإن شاء الله المحاضرة اللي بعد هاي راح تكون مثال شلون راح أحسب الأبر ريمان صام وشلون أحسب اللور ريمان صام. شكرا جزيلا.